اللقطة اللي فاتت تخبط الكورة في ايد لعريبي حسين او في رجل لعريبي حسين. وشفنا ردة الفعل من بصوف خير الدين حاسس بالضغط الاهلاوي. ادي عمرو جمال ظهر في اللقطة اللي فاتت، لكن الضربة الركنية من ناحية اليمين نزل الجهاز الطبي للاطمئنان على بصوف خير الدين اللي واقع تماما على الارض. وليد عرجي واللي نزل صاحب القميص رقم 26 بدلا من توفيق عدادي، وايضا وحده زكريا كان نزل مكان بلال والي. يتبقى تبديل لنادي نصر حسين. ده ادي اللقطه اللي فاتت، هل فيها حاجه؟ هل بصوف في حاجه؟ عموما هو على الارض. جمعه قدر يسجل زي ما قلت لحضراتكم 4 اهداف في الدوري، سجل في الكاس ودي بيسجل في البطوله العربيه. صالح جمعه الاهلي مشيئة الله عنده لقاء قوي في ربع نهائي امام الترجي الرياضي، لقاء ذهاب 16 سبتمبر ولقاء العوده 23 سبتمبر. ايضا عنده لقاء في كاس مصر امام سموحه يوم 9 اغسطس بعد البطوله العربيه بمشيئه الله. استئناف الموسم الطويل، الاهلي اللي حسم لقب الدوري بدون هزيمة. لسه واقع على الارض بصوف خير الدين، اكيد حكم اللقاء هيضيف كل الكلام ده، هيضيف كل الكلام ده للوقت المحتسب بدل من ضائع. وهدوء من حسام البدري بيتكلم طبعا مع الحكم الرابع. 6 لعيبة من نصر حسين ضاي وقعوا على الارض مع بداية الشوط الثاني. ابتدينا نشوف، ابتدينا نعد، ادي اللاعب السادس هو بصوف خير الدين في لقطة بدون اشتراك، في لقطة بدون اشتراك. ولسه الكاميرا جايبة اكرم توفيق اللي هيكون اسعد واحد لو الاهلي قدر يسجل هدف ثاني ليه في هذا اللقاء. كان في اعتراضات من الجهاز الفني في نهاية الشوط الاول عشان الوقت المحتسب بدل من ضاع كان 2 دقيقة. ادي العرضية وبصوف، لكن محدش اشترك معاه، بيقع لوحده، بيقع لوحده وبيمسك كورته. اخر 10 دقايق من عمر اللقاء، العرضية كانت من جانب اسلام محارب.